بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نان نا بنا لغران تري تل الولاء والبراء تلقى بينا قول وران يقن ولاء وران يقن براء. الولاء وران يقن قابلي لغتلي لغة وران يقن وشارعا كذو إنسانا قران يقن البراء كذو إنسانا قران يقن وران يتدر الدام بر استكمر ولدا ولا اسكنوتي ولا يكن ناشانين ضروري ولينا ناد ولينا عقي يعني اوتي ولا اسكن اوتي يعني تلا يكن يعني اوتي ناصركن اوتيها اوتل تشيركن اوتيها خذلكن مين مقصود نيو براءة وقلنا نقن يسر عظيم براءة جرب صعدي ونشرك سنك ان نفاق سنك ان نكفر سنك هنا الدام برسترام من المشاه هنا تواقيت سنة. طيب الولاء لغة من الولاية وهي المحبة نكل جنيا إنسان زوالي رغل إنسان كل ده كله إنسان والذين آمنوا أشد حبا لله ينخنوا معنا. البراء لغة مصدر براء بمعنى قطع ومنه يبرأ القلم بمعنى قطعه يعني نقل مسترها بهون يعني لغة عرب الدنيا سنق معناها لكن معنى ناين ناين أكون ديب. طيب تعريف اصطلاحا، تعريف اصطلاحا بمعنى يعني تعريف شرعا ورنقن الولاء محبة المسلمين. أيوة ولاء أنا دام ولاء أكوق لهم مسلمين ونصرتهم وإكرامهم واحترامهم والقرب منهم مسلمين تي هم بأسلامس يعني كلابر تورلو كرام رسي تقولو نصر تورلو كابي تورلو نيا كان سرقلو نين قد ولا برائي خبرنا نقين شرعا بغض الكافرين والبعد عنهم وترك مناصرتهم كفار تي مناصرتنا مشكلة قن يعني كفار كي دانوك اسلام لديرو نا نابن قدام نيس انا نفسك يا اخي انا مسلمين انا كفار كده استغفر الله اعوذ بالله من الطالبين مسلم اسلام مع سيت وانا نديبو تقصير وانا نديبو ضعف وانا نديبو غلط وانا نديبو مخيره اكن جيب ده اكن ابي وزك هبن اسلام بدل سلاني اسلام اسلام اكن انقلتني يقولي حاسب سكر انقلتني يقولي وجز سكر انقلتني يقولي جزاء ورشاق عقاب الشاق نير وستور لكن نوايا حقون يرو كافر سجارد آمنقه النبي صلى الله عليه وسلم آمنقه نيدي تريرو نيد كابيتو اسلام انا فعليتو نموضوعنين مشكلة بوديبو نها نا نقاط قبل شوية ينقنوا لي نال حبارصة. طيب أهمية الولاء والبراء ورا نقن أهمية براء دي ولاء دي ورا نقن أهمية ناو يعني ورا ما تانقن نا درتنا نأكاه قلو ورا ما تانقن نا سورة أخوار السيني أخوان قلو نين تقوان ناوقن. طيب أهمية نلوق من أصول العقيدة من أصول العقيدة يعني شيء ثابت أصل من العقيدة الإسلامية قن كودو أوثق على الإيمان كودا يعني أفضل شيء أوثق إلى الإيمان تبخ شخصتك إن شوسخ يعني إيمانه أشياء لتقن أنه من ملة إبراهيم عليه السلام ومنة محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت على فضل الإسلام وعلى كلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة سيدنا إبراهيم حنيفة مسلم ما كان من المشركين أقوين ملة سيدنا إبراهيم دي ملة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترقن ناس يا وزن اثنين أهمية الولاء والبراء نان أقسام الموالاة وها بنقن أقسامنا ورنقن إن أخواتنا وري إن بنا إن نيق عن نوقم وريك وقن يعني وريك تروش عقنون ضمان تولي موالاة والتولي وفي مسائل معناه محبة الشرك وأهله هو الكفر وأهله أعوذ بالله من الرجيم يعني إنسان كافرين سوى لا كافرين سي تلا كافرين سنا صرخ ونظرة الكفار على أهل الإيمان
مؤمنين لكفار سكابنا مشكلة جنين حكمه كفر أكبر ورد عن الإسلام. إنسان فرو سف وري قف كفار أخلو الدويو إسلام زي حاربرو إسلام زكورو إسلام تزديسرو كفار تلان تقبو برنامج علمانيين وغور برنامج قلق قلق وغور برنامج جنة نين كدو نين قدمو نين تكيحو نين قدام سمقراو إيو دين سحاربا نين مشكلة جن والعياذ بالله نأشي أنيس أرنشا عنوين نأشي أنين جن قريو قراء قري نوسي قريو شباب نوسي قريو انقاق نوسي لخير اللبدو أشكالنا دين لين نعصو وريخ عزة جنة وشخنيني حاجات بسيطة يعني أشياء حواوين لاو لاو قال دعفة لاو لاو مساكين خلطوا سقال نسنك لا لا إسلام نيت حسب سلان إسلام باقي يقن إلى يوم القيامة الإنسان قلطاه نين فلان لحقني يتراوط عليه كله لكن أنت قلط قدام الخد دينسك نيسك تحاول درو كفار لفرنا ما كفار زكابنا ورو كفار كده أنا كمسلمين لدينا نين قلط جن دمبرون كذا لا 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 نا وقتني نا وقت مناسب أخلاني دينينه دينينه خد جابينه دين كم يجيه ما نكو ينادي ينا ما نتكونا مسموس جربنا ما إسلام سحاربنا نين مشكلة جن نين حقيقة ضعف إيمانه نين خطر اللي قاعد جايو نانا ما نكو جاني تينا بينا وكلا لا 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 ورنا جن إسلام ده ونتكون نتجاب جن الدين نتجاب جن عورت قابلين كمان لا 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 دين توسع أموري نولي دين توسع دون دم بقلات قال ها طيب دين قد ورا بيت نكتب ما دين سأنتظر ده رأى دم بي ما كان جرب بيت شهره دين ستو دين قاب قلنا دين توسع قلنا أموري نولي نتخسر دين توسع قال دين توسع دون دم بي دين تجارة دو نو تكود دو هبيني يقولوا ينك نين علمانيين نلعن قناة قاوقن النبي صلى الله عليه وسلم نين ورا وصفهم لهم والسنة واسقنا لاقنا اشبر القرارين غرا ناو قريو ابد قاو لكن ان لانقد قدون اورنا قلمت قدون اور جبددون اور قدام للتاييد الاردون قلير ادون اصوات الاردون قلير نام بعالم لك دينا صحاربوا ان علمانيين جنين اخطر ناس جنين كفر لد جيبانك منافقين جابانك نين منافقين نعصر ندوغن نفاق مبطن جنين يعني كده أخنا وأنتم نوزك خلاص المشكلة الآخرة نيو كده حنقن لكن دين تجاب جن الموضوعين أقصد دين توس قديم لا دين واني جيدا من بلاش جن مسلم ندين در من برتوك ندين لير كروك ندين لير أمره عن قرصه ما نثبتنا دينين أقصين أتحاول دنور أبو نور أكل جنة وليق نصرة كفانين حين حكم ننتقى هذا نساك نصرة الكافر على أهل الإيمان حكمه كفر أكبر وردة عن الإسلام والعياذ بالله درجة نيل قاسة وصنعات إنسان كفار دي دويو إسلام سحاربه إسلام حوانقن إسلام نفعله كفر كي دخويا نين خطر لنبك والعياذ بالله الدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم جاريك نات تليق نات نأسر فرق نات جقر داخو نات فوز داخو كفار صوتني وصل كفار وق كفار دفرع كفار دي اتراه بق نين نالت جن يق النبي يق الله سبحانه وتعالى عيب الموالات يخبرنا جن الموالاة وفي مسائل تعريفها وضابطها محبة أهل الكفر وأهل الشرك لأجل الدنيا ولا تكون معه نصرة وإلا كان من المتولي لا أخو لا أخو مك يا أخو والله عم مسائل حيو مسائل حش أكون أنا كودي نكونين نهبنا تراه بنوكي لكن أنا نيم عيشة نيورن نيورني لو لا أخو لا أخو ما حبينا مبوك نينر تراور توك بحر لك أصلاني لكن درجة مبوك ديبو والعياذ بالله أن حكومة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب أنتي ميم عيشة مساني تراه متاني الدنيا متاني قلم متان يرو كودي ينسكدنا كفار سكابنا كدما قرن دكوا كل بقد يعني ناش يعنيين والعياذ بالله نا ذكرنا سنقن دليلني وخبرنا نقن قوله سبحانه وتعالى الله ورأيكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة عدا الله كفار كفار سمودة انكلي لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي لا إسلام إسلام يستوني ساكتنا
والله انا اسكو ني اسلامكن يا رجل اتق الله يا رجل يجي كفي خوز تراه برام قرو انت كدين تراه برام قرو يا انا كفار كده انا كفار زوال الله مالو وهابينك 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 ني موضوع مشكله موجوده في الموضوع يعني. رب العالمين يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي كافر عدو جاروخن مشرك عدو جاروخن منافق عدو جاروخن علماني را عدو جاروخن وريق دين نفعلا دين كدمالا دين اوات اكلا دين اوات اخجين يدد دينو دين تجيب درا اسلام تجيب درا كدمه دين قير دي قالك دين يترهب عدو جاروخ ما معل عدو جاروخن ني صحابران قال تكون انت اسلامي لو عمر فضل تكون له مثلا اثنين اشكال مقديبو ما نثبت نتكوذو نين تراحوا التوك والعياذ بالله. طيب مظاهرة موالاة الكفار ومن ذلك التشبه بهم في اللبس والكلام يعني التقليد ناخ ناصر ندر اخن قابر اخن مرة انسان عجب سبب ضرار زيادة ناتكا اعتراع بوق السفر الى بلاد من قرض النزاع ومتعة النفس اكثر برضو ضرورة اكن علم وانا كان ديبو يعني شيء ضروري شيء مهم خير وان منفعة وانا كان تجارة وانا كان قلو وانا كان نين اشكال توقن امثلة مظاهر نيوغن وري اشكال نيوغن والاقامه في بلادهم وعدم الانتقال منها الى بلاد المسلمين كودو مره اشكال وعندي مسلمين بلاد الفرتشاروخ والتاريخ بتاريخهم خصوصا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم واعيادهم كالتاريخ تواريخنا بلنهم بق بدي خانك ان قدام نات كدمك تاريخ وانونسك تعظيم تاريخ تفضلتو له شغله اني نغر كودو ووجه من يعني ترونا ولدكن واجهتنا ولدكن يعني طيب مشاركتهم في اعيادهم او مساعدتهم في اقامتها او تهنئتهم بمناسبتها او حضور اقامتها يعني ان عيدنا قد ان مناسباتنا ود نشأنا ود ندد ونكفر قد هنئر كل الله مور كل الله مجاب ديني وانا ويقول كانك تقر يعني اقرار اصلا انت ان انتك يحوص سنقن يرحوص سنقن اما انت ان تهنئة رستا هلا لا وريل هنئر كل الله اصلا انين باطل قن يعني هنئلين اصلا كفر قن انت اسلاما قن خصصا لك كان يعني كسان عطا غلاني وريو قن انت عزة الأولى اللو هيبة الأولى اللو عيد ناحو قن يرو هنية اللو مير مبروك كل سنة وانت طيب قرية كل أورا كل هدية الأسرة وقلو ناش يعني ناكلا نجرد دلاني وابري ونا متان وتا يد ركن وتا عزام ركن انت شاء ان شاء عاير اسلام وكن تعزيم استهلاو لان يا نبي جارورا يكون ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولنا تعظيم اصلا لو متينا حاجات كفار وساكلاني نيسان كودو التسمي باسمائهم ناس مومد محمد رو عبد الرحمن رو عبد الله رو صالح رو موسى رو ابراهيم رو ناس ناتق ان اسماء انبياء وسير اسماء النبي صلى الله عليه وسلم يوسير ناتق خير ناس ما تقوانون تقى باردولهم سمو يعني نا انكليزي نا انكلد ان سوم كفار خصشونا ان اشياء نين كودو غريو اشكال مقديم ني سنه كودو نان اقسام الناس فيما يجب في حق الله من الولاء والبراء عن نوغن قدام امريكا كان برسكون حق جاروخ لنا في موضوع الولاء والبراء لقلوب ليك ولا انت نقول قدام اقسام الناس فيما يجب في حقهم من الولاء والبراء نيت قال نوغن الناس في الولاء الناس في البراء في الولاء والبراء ثلاث اقسام القسم الاول من يحب محبه خالصه لا معاداه معها وهو المؤمن وهم المؤمنون الخلص جاسن كلو جارد كاتر وغون ديس وسون مؤمنون سابقا القسم الثاني من يبغض ويعادي بغضا ومعاداه خالصين لا محبه معهما ولا موالاه ينركدو هو الكفار الخلص او عياذ بالله القسم الثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه وهم عصاة المؤمنين يحبون لما فيهم من الإيمان ويبغضون لما فيهم من المعصية التي هي دون الكفر والشرك سواء كان لغنان إن كلي جارس إن كلو إن قصير إن كلو ولا كمية وبراء ولا إن كفار إن إسلام در دين در مؤمنين در براء إن كفار در كمية ونا محبة ناقص واحد حساب أكن إن مؤمنين كل لزقن ولا إركمي جو براء إركمي جو اسلام سي قشو ايمان سي قشو النبي محمد صلى الله عليه وسلم قشو نين كفار خالص جن هم بناك مع جماعه من نقول ندم دي سن بناو لا دو انا سر لا ايمان وانا اقول بشركيات القليل وانا اقول نين المترددين عصات مسلمين
هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.